خلينا النهاردة بقى ناخد جولة سريعة كده في أقرب تطبيقات ممكن تلاقيها موجودة على المتجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. تخيل يا صديقي إنك تدرس لغة من لغات البرمجة وتبقى جاهز إنك تعمل تطبيق أو بتعرف تعمل تطبيق، علشان في الآخر ترفع تطبيق ملوش أي 30 لازمة، غريب عجيب ملوش أي فايدة على متجر بلاي. طبعا اللي مش عارف، هو اصلا رفع تطبيق على متجر بلاي من خلال حساب مطورين بيكلف مبلغ حوالي 35 دولار. ففكره انك تكون قادر تعمل تطبيق وبعدين تروح تعمل تطبيق ملوش اي لازمه ويكون هو التطبيق الوحيد اللي ترفعه اصلا من حسابك، ما بين تطبيقات غريبه جدا وملهاش لازمه وتطبيقات تانية هو نفسه كاتب اسمها كده ملهاش لازمه، والاغرب من كده انك بتلاقي مستخدمين محملينها وكمان دخلوا كتبوا عنها تقييم. فاللي هو انت مش هتلوم على مطور كاتب ان التطبيق بتاعه ملهوش لازمه، طالما في مستخدم دخل على التطبيق اللي ملوش لازمه حمله وعمله تقييم كمان. فزي ما بنقول كده، خلينا ناخد جوله في التطبيقات الغريبه التطبيقات التافهه والتطبيقات الحرفيه ملهاش لازمه واللي مرفوعه بالفعل على جوجل بلاي، واللي منها تطبيقات رغم انها غريبه فعلا الا انها ممكن تكون خطر. قبل ما ندخل بس في التفاصيل ونعدي على التطبيقات دي بسرعه، ما تنساش انك تدوس على زر اللايك اللي عندك هنا. يعني مره بنتكلم عن افضل تطبيقات ومره بنتكلم عن تطبيقات مفيده وتطبيقات غريبه وكلام من ده، فيعني ادعمنا كده بلايك. اول تطبيق معانا هو تطبيق SMTH اللي هو اختصار سند مي تو هيفن اللي هو بعتني لفوق. طبعا اظن انت فهمت فكره التطبيق من اسمه، لما بتفتحه بيكون عندك توتوريال وبيكون عندك جيم. فلو دوسنا مثلا على التوتوريال بيقول لك throw your phone high، ارمي تليفونك لفوق، catch it الافق، share your score شارك نتيجتك، check your standing اللي هو يعرف مركزك او يعرف مكانك. لا وتلاقي حته غريبه تحت يقول لك smoothly not rotation اللي هو ما ترميش الموبايل يلف في الهواء، انت ارميه يكون طالع لفوق وينزل زي ما هو. لما هتدوس على next هيقول لك slowly down quickly up، يعني هترميه لفوق قوي ولما هتيجي تلقفه ونازل على الارض هتلقفه بالراحه ولازم ما يكونش بيلف. لما هتدوس على نيكست هيقول لك على شويه حاجات ما تعملهاش علشان تقدر تشارك في اللعبه دي، زي انه مثلا ان الموبايل ما يقعش على وشه، ان الموبايل ما يلفش، انك ما تركبش الموبايل في حاجه مثلا بتطير لفوق، وان الموبايل ما ينزلش بالراحه زياده عن اللزوم اللي هو مثلا تركبه في باراشوت صغير او حاجه زي كده. بعد كده بتدوس على جيم علشان يجيب لك كده ديسكليمر اللي هو يعني اتفاقيه كده انك يعني بتتفاهم او موافق على اللي موجود، وانك فاهم ان الموضوع زي ده هيعرض الموبايل بتاعك لخطر، فهل انت ديس اجري او اجري اللي هو غير موافق ولا موافق. فنفترض انك هتدوس اجري ويعني تستعوض ربنا في الموبايل بتاعك، هيقول لك بقى دلوقتي ارمي الموبايل لفوق وبعدين الافق وشوف نتيجته. طبعا اكيد متفقين مش محتاجين كلام ان حاجه زي كده خطر، لكن لو مصمم تجربها فجربها على مسؤوليتك الشخصيه. التطبيق اللي معانا بعد كده بقى هو اقرب من التطبيق اللي فات، وهو تطبيق باد كالكوليتر. المفروض ان التطبيق اللي فات لما دخلت عليه ومشيت على اللي موجود فيه عرفت انك هتعرض الموبايل للخطر، لكن التطبيق ده انت دخلت عليه هو عباره عن اله حاسبه، ولكن يعني لما تحسب عليها مفيش نتيجه تطلع صح. يعني مثلا لو جينا كتبنا 2 في 5 ودوسنا يساوي يقول لك 11، لو كتبتها مره تانية 2 في 5 هيقول لك -1. فهو الفكره انك داخل على اله حاسبه علشان تعمل عليها حسابات وانت عارف ان النتيجه بتاعتها تطلع غلط. فانا بصراحه مش عارف المطور ده كان دماغه فين وهو بيعمل التطبيق. التطبيق ده بقى اسمه ذا يوزلس باتن او الزرار اللي ملوش لازمه. الفكره في التطبيق ان هو عباره عن زرار ما بيعملش اي حاجه، انت بتدوس عليه لكن ما بيعملش اي حاجه. لكن الفكره بقى في ايه، ان تقييمات الناس على التطبيق ده كانت ان التطبيق مش يوزلس. انا كاتب في الشرح بتاع التطبيق ان التطبيق عباره عن زرار ملوش لازمه والتطبيق نفسه ملوش لازمه، ولكن تعليقات الناس كانت الزرار فعلا ليه لازمه. والغريبه انك لثانيه هتحس فعلا ان الزرار ليه لازمه، هي عباره عن شاشه كامله كده ما فيهاش غير زرار وعدد الكليكس موجود فوق، ملناش دعوه بالسيتنجز. الفكره انك لما بتدوس على كليك هو بيزود لك عدد الكليكس اللي موجوده فوق. فالناس كانت بتقول ان حاجه زي كده انتي ستريس او يعني ضد الضغط او بتخفف من التوتر والضغط وكلام من ده، تقريبا ما جربوش تطبيقات الصحه الالكترونيه. بس برضه علشان نبقى عدينا على التطبيق بالكامل، لما بتدوس على علامه الاعدادات بيكون عندك الخلفيه، بيكون عندك هايت كليك كاونتر اللي هو عداد الكليكس او عداد الضغطات، بيكون عندك ريسيت كليك كاونتر اللي هو تخليه يرجع صفر تاني، بيكون عندك كليك اون اللي هو الصوت بتاع الكليك نفسها. التطبيق اللي معانا بعد كده بقى هو تطبيق ان اوبجكت. التطبيق ده فعلا صاحبه كان عامله على اساس ان هو ما يكونش ليه لازمه، ولكن اغلب التعليقات عليه كانت تعليقات ايجابيه من امهات او ناس بتدرس الاطفال، لانه عباره عن ان هو بيجيب لك اشكال كده بتلف ولما بتدوس عليه بيروح مغيره لك لشكل تاني. بس الفكره ان كان تعليقهم ان هم بيعرفوا الاطفال على اشكال لحاجات كتيره جدا موجوده في حياتهم. فتخيل انك تكون بائس كفايه انك تعمل تطبيق ملوش لازمه وتكتب عليه انه ملوش لازمه والناس تلاقي له لازمه برضه. التطبيق اللي عليه الدور بقى هو تطبيق فعلا ملوش لازمه، وهو تطبيق تيك مي تو يوزلس اب اللي هو اسم التطبيق خدني لتطبيق ملوش لازمه. انت لما بتفتحه بتدوس بس على كلمه اب عشان يحمل على المتجر ويفتح لك تطبيق فعلا ملوش لازمه. فانا ما شفتش تطبيق ملوش لازمه كده في حياتي. ولكن تطبيق معانا واللي شايفه تطبيق غريب جدا لكن رغم كده شايفه مفيد برضه، وهو تطبيق يوزلس فاكتس او حقائق ملهاش لازمه مثلا. ورغم ان التطبيق فعلا المفروض ان اللي كان عامله كانت نيته انه تطبيق ملوش لازمه، ولكن هو بيجيب لك معلومات صغيره كده 3 سطور بحد اقصى بالانجليزي، بتكون معلومات او حقائق معروفه ولكنها تظل فعلا معلومات لذيذه. يعني مثلا فاكت 1 او حقيقه 1 بتقول لك ذا سن ويتس اباوت
333 times as much as earth، اللي هو الشمس بتوزن 333 مرة اضعاف وزن الارض. طبعا انت بيكون عندك سهم يمين وسهم شمال بحيث انك بتقدر تقلب بين الحقيقة اللي موجودة. الغريبة بقى ان انا مش محتاج ادخل على المتجر علشان اعرف تقييم الناس لتطبيق زي ده. انا شايف ان التطبيق زي ده غريب ولكن مفيد، لان بصراحه مفيش حد مننا هو عباره عن ويكيبيديا ماشي على الارض مثلا وعارف كل المعلومات والحقائق اللي ممكن تكون موجوده في تطبيق زي ده. ودي كانت نهايه الفيديو طبعا، وانا مش هسيب لينكات التطبيقات المره دي، وانا هسيب اسمائها. لو تحب تقدر تدخل عليها على المتجر وتحملها على مسؤوليتك الشخصيه. ما تنساش بس انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، ويكون لنا في زرار اشتراك وجنبه كده تقدر تدوس عليهم عشان تتابع جديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.